نتعرف باسم حضرتكم وما هو مجال عملكم واختصاصكم؟ السيد زرقيني ماسينيسا، ممثل غرفة تجارية لولاية بجاية السمام، ومجال التدخل هو في مجال البناء وشبكات كهرباء والغاز في ولاية بجاية. شكرا. كيف رأيتم مؤتمر التراب والقائمين على التنظيم، وهل لديكم أفكار جديدة لتطوير هذا العمل؟ والله نشكركم ونشكر شركة تورام على الاستقبال وحسن الضيافة، ويعني قمة في التسيير وفي الاستقبال. نشكركم مرة ثانية. الاقتراحات نتمنى لشركة تورام أن تعطي فرصة أكبر لأكبر شركات والممثلين للمشاركة وتحسين كل مجالات يعني. شكرا. هل تريدون توجيه كلمة لتركيا وجمعية تراب من خلال هذا المؤتمر؟ نشكر أولا السيد الطيب رجب أردوغان، وقد قام وشرفنا بزيارة للجزائر، وهذا في شهرين الذي مضوا. وتركيا هو شريك مهم بالنسبة للجزائر، خاصة في مجال العقارات وفي مجال أيضا كل ما يعني الأسلاك كهربائية، ونشكر أيضا شركة تورام كشريك ووسيط بين فيما يخص ليزيكسبوزيسيون والتعاملات التجارية والاقتصادية. شكرا. سعادة حضرتكم.